سي فري احنا جينا بنيه تاع باش نحققوا نتيجه ايجابيه. هي نتيجه ايجابيه هي 3 نقاط، ولما تكونوش 3 نقاط يعني تكون هما نخرجوا بتعادل في ظل ارضيه ميدان اللي كانت ما كانتش صالحه للفريقين، ماشي غير الفريق تاعنا، للفريقين. والمنافس راهو في احسن الاحوال، نظن باللي النقطه ما سرقناهاش، كنا قادرين يعني نسجلوا، كنا قادرين نسجلوا. اللاعبين مشكورين في ظل المقابلات اللي راهي متتاليه، اللي راه شويه والاصابات يعني ما هي سهله، ما هي سهله. رانا اون تران دو جيري لو جروب. الحمد لله اليوم خرجنا بنقطه، ان شاء الله نسيو نعاودوها ان شاء الله المقابله الجايه اللي راح تكون في شرف ان شاء الله. المباراه تاع اليوم بو ما كانش سهله، بالك حنا جينا المباراه كما لازم، نقولوا بالك اليوم خدنا الحظ باسكو ضيعنا عده فرص اللي كنا نسجلوا الهدف التامين كما نقولوا هنايا. مي الحمد لله نشوفوا بالك ما نقولوش ارض المدى كانت مليحه كما لازم، مي ما ساتناش باش نلعبوا الكره تاعنا. الحمد لله بالك الفرص هادو تاع اليوم اللي كانت راح نخرجوا بثلاث نقاط، مي الحمد لله هجمنا تعادل خارج ديار، ما نساوش درنا تعاطف داخل الميدان تاعنا، تعادل هو مع وفاق ستيف، الحمد لله خرج هجمنا تعادل. حنا ان شاء الله حنا نكملوا في الديناميكيه تاعنا، ومازال عندنا مباراه اللي حيكونوا اصعب على هادو، ان شاء الله هاد السيمانه نحضروا المباراه اللي جايه ان شاء الله، ونديروا كل ان شاء الله باش نحققوا نتائج ايجابيه. نظن اليوم كانت مباراه صعيبه، كنا قادرين نفوزوا بمقابله تاع اليوم، كما كنا قادرين ثاني نخسروا المباراه تاع اليوم، مي كانوا عندنا بوكو دي زيكازيون جاونا ما عرفناش نستغلوا الفرصه. مي صاري في الحال لحد الان الفريق مازال بلا خساره، ان شاء الله نبريباريو، مازال عندنا اليوم ماتش صعاب، نمشيو للاعبين تاعنا كامل، بس مازال الطريق طويله، مازال طويله 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 بزاف، ان شاء الله نحتاجوا كامل، نحتاجوا الناس كامل، ان شاء الله اليد في اليد باش نزيدوا نحققوا نتائج ايجابيه. انا اش حبيت نقول الانصار تاع شباب بلوزداد، شوف حق المصحف تاع ربي الكريم، حق القران الكريم، اللي حاطين الناس زعما انا درتها بالعاني باش ما نلعبش كونتر ستيف، قول لهم الناس غالطين بزاف، نحلف لك بالقران ان شاء الله ما نوصلش للدار، انا مروحين دركا من المديه الالجي، ان شاء الله ما نلحقش لكن درتها انا بالدمه، حق المصحف ثاني دو فوا ولا تروا فوا ما درتها بالدمه. في الناس اللي تعرف صاحبانو، الناس اللي تعرف صاحبانو اللي تعرف كاين اي ديفونسير قادر يدير هذيك العفسه، سي بيان سير باش كي تخمم تشوف الوقت كان قريب 80 دقيقة، كنا في 79 ولا 78 دقيقة، كنا 3-1 وكانت لاكسيون جور انا درني ديفونسير، كنت اوبليجي عليا لازم نحبسو باش ما نطيحش، ما ادريش يقدروا يماركونا دوزيام بيت، ندخلوا في الدو 3-2 سكور، نخلي الفريق جور 3-2، هذه الحاجة اللي ما حبيتهاش انايا باسكو شفت الوقت. نظن هذا اللي نيتي فيهاش، كون جات نيتي زعما باش ما نلعبش ضد وفاق ستيف، كون ما لعبتش ما قبل ديجا، لعبت كونترهم وسجلت كونترهم ولعبت فينال وخسرت ولعبت كونترهم وربحت، نظن هذه الحاجة. وهذا باش نقول لهم كاين ناس ربي يهديهم، لا ما ندري الحمد لله ولا الحمد لله، انا ما الناس كاع كان اللي يفهموا يعرفوا صفيان بوشار، ماشي صفيان اللي تريشي، ماشي صفيان اللي كون جيت نخير لي ماتش، كون جيت نخير لي ماتش، كون مدي انا راني نلعب كاع لي ماتش، كون مدي بين نبدا نخير، بصح ما فيهاش العفسة هذه، والله نلعب لامبورت ماتش مع اي فريق واي مع اي ضد فريق. هذا واش حبيت نوصل ميساج، والناس هذوك اللي حطوا زعما الله يهديهم، هذا واش نقول لهم، هذا ما كان الله يهديهم، وان شاء الله الانصار صح لي فري سيبورتر تاع شباب بلوزداد، ان شاء الله يوقفوا مع الفريق هذا، يوقفوا مع الفريق في هذا الدقيقه الاخرى، بس عندنا فريق، ماشي زعما اللي ماشي انا اللي نقولها، عندنا فريق يقدر ينافس اي فريق في البطوله الجزائريه ولا في افريقيا ان شاء الله. احنا داك عندنا لي ماتش صعاب جايين، سيرتو لا شارج داك نريكيبيريو لي بليس ان شاء الله، والقادم افضل شباب بلوزداد.